كلمة لفريق التحالف الاشتراكي. تفضل سي عمو. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين. أريد أن نسجل ونحن على أبواب الصيف وأبواب رمضان، وبعد مدة طويلة ليست فقط في عهد هذه الحكومة ولكن قبل، غياب السياسة المتعلقة بمنظور تدبير النفايات في فضاءاتنا ومجالاتنا الحضارية، ولا أتحدث عن المجالات القروية. المغرب نزل عدة تشريعات في ميدان تعزيز ترسنة القانونية المتعلقة بوضع سياسة بيئية، ودخل في إعداد ميثاق البيئة، كما اتخذ عدة التزامات دولية. إلا أنه مع الأسف بالرجوع إلى مدننا نرى على أننا فشلنا في هذا المجال. كثير من المدن لا تتوفر على المطارح المراقبة، كثير من المدن استهلكت من أموال الدولة ما لا يطاق، ضيعنا الوقت الطويل في خضم التجارب وإعادة التجارب، لم نسجل إلا الفشل تلو الفشل من خلال انقيادنا وراء أطماع الليبرالية المتوحشة التي جرتنا إلى التخلي في تسيير عن المرافق العمومية والخدمات العمومية لفائدة ما يسمى بشركات القطاع الخاص أو التدبير المفوض. سيد الرئيس، سادة الوزراء، إن الخدمات العمومية وفيها النظافة المتعلقة بالمدن جزء جوهري في التزامات الدولة، لا يمكن الاكتفاء بإلقائه على عاتق الجماعات المحلية. كثير من الجماعات تنتظر سنوات لترى تجارب الذين أخذوا من أموال الدولة ما لا يطاق من المدن الكبيرة وفشلت. الآن الدولة ما زالت تعمل بمكيالين، مكيال المدن الكبيرة وترك المدن المتوسطة والصغيرة جانبا. أن الوضع استفحل وأصبح الساكنة لم يعد يطيقون حالة النظافة الموجودة في مدنهم. لهذا الوضع تأثير مباشر على البيئة، البيئة بمفهومها الشمولي، البيئة على صحة المواطنين، على تربية المواطنين، تأثير سلبي على المجال، اختناق في المدن. هذا الوضع يجب أن يلفت إليه النظر لتعرف وزارة الداخلية ومصالح المكلفة بهذا المدن أن عليها أن ترجع إلى التعقول، وأن تشجع المدن التي أخذت واستحملت من خلال تسييرها المباشر لهذا المرفق الخطير. أما أن ننصح وندفع الناس إلى الخوض في تجارب فاشلة فهذا من باب دفع المغاربة إلى استحمال ما لا يستحمل. وشكرا. شكرا سيد المستشار المحترم.